طبيعة الحال الأجازات بدأت وكل الأسر المصرية بدأت تعمل برامج خاصة لأولادها يقدروا إزاي يستفيدوا أفضل استفادة ممكنة من خلال فصل الصيف. اللي بيحاول يعمل برامج تثقيفية أو ترفيهية أو تعليمية بيحط دايما في باله العنصر المعلوماتي، أنا هحط إيه لأولادي كمعلومة أقدر من خلالهم أو أقدر من خلال هذه المعلومة أن أنا أفيد أسرتي أن أنا أعمل برنامج سياحي وترفيهي. زمان وإحنا صغيرين ربما كانت الفسحة المقررة يعني في فصل الشتاء كانت الأهرامات، بطبيعة الحال الدنيا بتبقى حر فالأهرامات الجيزة بتبقى هي أكتر مكان، وفي الشتاء كانت بتتنوع برضو عدد كبير، كانت بتبقى القلعة، كانت بتبقى جنينة الحيوانات. طبعا النهاردة أعتقد الدنيا اختلفت خالص. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، لو هتخرج مع أولادك مزار سياحي خلال يعني هذه الأيام هيكون إيه هذا المزار وإيه هو السبب كمان اللي هيخلينا نختار هذا المزار؟ في الحقيقة أنا لو فكرت بشكل شخصي يعني حاولت يعني أجاوب مع حضراتكم على السؤال ده، أنا مش هلاقي أفضل مثلا على سبيل المثال من متحف الحضارات أو المتحف القومي للحضارة المصرية. المتحف القومي للحضارة المصرية ربما ليه قصة مختلفة عن باقي المتاحف. إحنا الثقافة المتحفية عندنا كانت بعافية حبتين لغاية لما بدأت تتطور وبدأت تخش فيها أشكال مختلفة. إحنا عارفين إن المتحف المصري الكبير اللي يعني هيفتتح على الأبواب خلال يعني ممكن نقول عدد من الأسابيع مش عدد من الشهور ليه شكل يعني مختلف خالص. المتحف القومي أيضا للحضارة المصرية اللي توج بطريق الكباش أو توج بموكب المومياوات بالتحديد بخروجها من المتحف الخاص بالتحرير أو متحف المصري اللي في ميدان التحرير حتى هذا المتحف ليه قصة كبيرة. المتحف ده بيضم ألوان مختلفة من الحضارة المصرية. المتحف ده فيه أربع حرف تقليدية بيحكي من خلالها قصة الحضارة المصرية، بيحكي عن حرفة النسيج، بيحكي عن حرفة الأخشاب، بيحكي عن حرفة الفخار، وبيحكي عن حرفة الحلي. وطبعا ده مش موجود في كل عصر، ولكن أغلب عصور المصري القديم من أول مكان في عهد المصريين القدماء المعروف اصطلاحا يعني بحقبة الفراعنة، ثم الفترة بقى بتتكلم في اليوناني في الروماني، بتخش في العصر الإسلامي، بتخش بقى في المملوكي في العثماني، في عدد كبير جدا من العصور. كل فترة من هذه الفترات المصري القديم أو الإنسان المصري كان ليه بصمته وكان ليه شكل في حضارته وكان ليه شكل في اختياره للخشب اللي بيستخدمه، كان ليه شكل في اختياره للفخار اللي بيستخدمه، كان ليه شكل رائع جدا جدا. يعني احنا شهادتنا مجروحة في الحلي، معظم خطوط الموضة العالمية النهاردة بتستقي ألوانها وأشكالها من خطوط الحلي المصرية القديمة. فأنا لو بصيت يعني بلوحة مجمعة ممكن أدي لأولادي وجبة دسمة هتكون عاملة إزاي، ما أعتقدش أن أنا حلاقي أفضل من المتحف القومي للحضارة المصرية. طبعا بجانب أن هو معمول بطراز يعني جديد تماما، أنت طبعا لو حضراتكم رحتوه هتشوفوا كم الفخامة اللي موجودة في هذا المتحف ربما لم يسبق لنا أن رأيناها قبل كده في متحف من قبل، طبعا باستثناء المتحف المصري الكبير اللي هيبقى أفخم وأكبر وأضخم لأنه طبعا ده نسخة عالمية يعني. ولكن المتحف القومي للحضارة المصرية ما هوش بيحكي عن حقبة بعينها، يعني احنا متعودين ان كان في متحف النسيج، متحف الشرطة، متحف مش عارف الشمعة، المتحف المصري اللي هو المخصوص بالحضارة الفرعونية، المتحف الإسلامي المخصوص بالحضارة الإسلامية. ولكن المتحف القومي للحضارة المصرية بيحكي كل هذه الألوان. طبعا تبقى محظوظ جدا لو حصلت على يعني إشراف من أحد المرشدين السياحيين اللي بيشتغلوا هناك، وبالمناسبه بيبقوا مبسوطين جدا لأنهم بيحسوا فعلا أن شغلهم يعني بيستحق أن يفهم ويدرس، وأنه هو يحكي لك بتسلسل إزاي بدأ تاريخ مصر القديم، إزاي بدأت هذه الحضارة على هذه الأرض، إزاي بدأ الإنسان المصري يخطو خطواته الأولى على هذه الأرض، إزاي هما عصر يعني ما يعرف بعصر ما قبل التاريخ اللي هو يعني قبل عصر مينا موحد القطرين، إزاي بدأت الدولة المصرية في التشكل، إزاي تم توحيد القطرين، إزاي كبرت الدولة المصرية،
ايه هي عصور الاضمحلال زي ما بيقولوا. وطبعا ده بيبان من خلال اشكال زي ما احنا قلنا، سواء من خلال الفخار، الحلي، التحنيط، وصولا طبعا للعصر الاسلامي ومرورا بالعصر اليوناني والروماني وكل العصور المختلفه. الوجبه الدسمه اللي تقدروا تقولوا لولادكم ان احنا يعني فخورين ان احنا مصريين، وفخورين ان احنا ولاد هذه الحضاره، وفخورين ان احنا نشأنا على هذه الارض اللي بتضم كل هذا التنوع من كل هذا التسلسل من هذه التواريخ، ما اعتقدش ان احنا هنلاقي ليها شكل افضل من متحف الحضاره. اعتقد سبب تاني خليني اختار متحف الحضاره، وهو بدء التشغيل التجريبي زي ما بيقولوا لمحور ياسر رزق. من يومين بالتحديد، من 48 ساعة، فوجئنا وانا من سكان حي المقطم ان تم التشغيل التجريبي لمحور ياسر رزق، وده محور مهم جدا هياخد كل القاطنين اللي جايين من القاهرة الجديدة او من التجمع الى كورنيش النيل وسط البلد، ومرورا بقى بغرب القاهرة ولو عايز يروح اكتوبر. المحور ده معجزة معمارية. محور ياسر رزق اللي هو فيه كوبري طه حسين اللي هو أقيم على منطقة المقابر زي ما احنا عارفين، كان للقصة الشهيرة اللي الرئيس السيسي اتكلم عنها. المحور ده بيختصر المسافة من تقريبا يعني نهاية حي المقطم لو بنقول من ميدان النافورة حتى متحف الحضارة بالظبط، أنا قايسها وأنا سايق بشكل يعني بسيط جدا، ما جريتش بالعربية ولا حاجة، 10 دقايق بالتحديد. طبعا ده علشان تعمله في وسط القاهرة لو في وقت ترافيك ولا حاجة ممكن ياخد منك من نص ساعة لساعة إلا ربع. قيس على كده لو انت جاي من التجمع، لو انت جاي من حتت تانية، الموضوع هيبقى بالنسبة لك أفضل بكتير. المحور ده بينزلك تحديدا قدام متحف الحضارة بالظبط، يعني بينتهي بتلاقي متحف الحضارة على إيدك اليمين، حتى إن هو سمي بمحور الحضارات أو دي التسمية الشعبية يعني زي ما بيقولوا. على أي حال دي كانت أسبابي الخاصة، أعتقد كل واحد ليكم ممكن تبقى ليه أسبابه الخاصة. اللي ممكن يقول اروح جنينة الحيوانات عايز اوري لاطفالي الحيوانات المختلفة عشان بيحبوا، اللي ممكن يقول اروح فسحة في النيل اولادي بيحبوا النيل واقعد احكي لهم حكاياتي عن النيل، اللي يقول لك انا اروح لاهلي لاقربي لمكان معين، كل واحد يعني واهل مكتي ادرى بشعبه. سؤالنا اللي موجود مرة تانية على صفحتنا على فيسبوك، لو هتخرج مع ولادك وهتعمل لهم مزار سياحي خلال يعني فصل الصيف، هيكون ايه هذا المزار وايه هو السبب اللي هتعمله لهذا السبب؟ ده السؤال اللي موجود على صفحتنا، منتظرين إجابات حضراتكم، هنستعرضها بالتفصيل، هنحكي وندردش فيها خلال ساعات هذا اليوم. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.